كما أكد رئيس السيسي أن دعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم هو أمر يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين. كما أشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ذلك يساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر والمنتج بالدول النامية. في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المثال، يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم، وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظيره من الدول المتقدمة، وهو ما يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره، والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية.